ما 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 يا حاج طارق عند حبايبي. طارق انت عليك فين؟ يما يما استني هتدخل على الرجل وهو نايم جوا. ولدي طارق طارق ولدي رجع لي يا حاج ولدي رجع لي. انا مالك علي يا حاج الواد تعبان. هو انا نمت كتير وانا عيان؟ لا يا ولدي انت بخير والحمد لله. صح يا حاج. لا خليه نايم ويصحى لوحده. تعال يا ولدي تعال يا ولدي في حضن ابوك. تعال ايه اجيب لك ايه تاكله؟ ثلاث ايام يشرب كوبايه لبن عنيزه صغيره وسليقه فروج وبس. يا رجل حرام عليك ده عمدتنا ما فيش زيه في البر كله. مرحبا بكم مرحبا بكم. اهلا وسهلا منورين. اهلا وسهلا. اهلا يا عمدي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. تفضلوا تفضلوا يا مرحب يا مرحب يا مرحب. اهلا مبروك. الله يسلمك. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. امال الشيخ خلف فين؟ ما كان جيت كالمعاني ونستبرك بيه. جمعة ما خرجش من مطرحه وهو ما رضيش ياكل الا النابت والعيش وانا ماسك فيه بايديا واسناني عشان يقعد معانا اسبوعين ثلاثة مش عايز يقعد. امال عايز يمشي ولا ايه يا حاج؟ والله ما يحصل ابدا. ده احنا ما صدقنا نلقى راجل صالح وكله بركة زيه. دي البلد كلها عايزة تبني له بيت هنا وسطينا. دي البركة حلت علينا كلنا يا حاج. حتى العزب اللي حوالين حسدان عليه يبقى نسيبه يمشي كيف؟ والله ما يحصل أبدا. إيه يا شيخ نور؟ نعم. ما تسمعنا حاجة في حب النبي المال. حاضر. على مهلك يا ولدي واحدة واحدة. واه ما تسيب الولد يا حاج خليه يرتاح شوية. ما هو معايا. ها انت تعبان من حاجة يا طارق؟ لا انا عاوز اكل حالا. هجيب لك السليقة. لا انا عاوز اكل فتة. لا الفتة بعدين. خلاص ما واكلش. بكرة تاكل كل اللي نفسك فيه يا حبيبي بس واحدة واحدة. اقول لك ارمح انت دلوك على قطك واتفرج على التلفزيون والمفضة هجيلك. معاه يا شمندي. هنا يا عم الحاج. معاه يا على مهلك يا ولدي على مهلك. قلبي واكلني على الولد يا حاج.
حاجنا ما كناش نزلناه النهارده، هو احنا ناقصين؟ هو سيدنا هو اللي قال لازم يخرج الناس يشوفوه وهو يشوف الناس. ما تخش تشوف سيدنا لو كان عايز حاجة وقول له. هقول بس يا ريت يوافق. هيوافق. ادخل. كتر خيرك يا مولانا. وبعدين يا حاج عايزين استبارك يا سيدنا. سيدنا؟ سيدنا هو سيد الخلق أجمعين محمد عليه الصلاة والسلام، وإحنا كلنا عبيد عند الله سبحانه وتعالى. أيوه يا شيخنا، والله ما أنا عارف أقول لك إيه ولا أعد لك إيه. قابلت ناس زي نصابين كتير مش كده؟ أيوه يا شيخنا. ما فيش أسهل من إنك تنصب على الناس باسم الدين من يوم ما ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق لحد دلوقتي. مش يمكن أكون منيهم؟ لا لا سمح الله، ما تقولش كده. ده لو فيه اتنين تلاتة منك كانوا مالوا الدنيا دي كلها خير. وانت تعرف العفش من الزنك ايه؟ من السبحة والدجن؟ ما يعلمش المخفي جوا القلوب إلا اللي سطر المكتوب وختم القلوب. بعدين أنا ما عملتش حاجة لولدك، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أرد له الشفاء. على يدك يا سيدنا. استغفر الله. هو ربنا محتاج عبد من عباده يقول للشيء كن فيكون؟ صدقت يا شيخنا صدقت. بقول يعني الناس بره نفسهم يشوفوك ويستباركوا بيك وفاكرين ان انا اللي حايشك عنهم. لو هيضايقك بلاش. انا هصلي العشاء واسلم على طارق واتوكل على الله. لا ورحمه الغاليين ما يكون، عايزين نتمتع ببركاتك. اقول لك ايه، انا هبني لك بيت جاري وتقعد فيه. هتبني لي بيت؟ تعرف تبني لي بيت من غير سقف ولا حيطان؟ اللي انت عايزه قول لي عليه وانا اعمله. بعد العشاء هقول لك على اللي تعمله، روح لحبايبك. طيب مش هترضى عننا وتاكل من وكلنا؟ هاكل من وكلك دلوقتي يا مولانا يا بنت. بس يلا خلصوا، الشيخ عايز واقف. نابت برضو؟ لا نابت ايه؟ طلعوا كل اللي عنديكم، ان شاء الله تذبحيه خروف حتى. يسند قلبه دلوقتي ويخلي الخروف على العشاء. طب يلا شاهد وجوار. شربان عندك لحمة قد ايه؟ خربنا يا كتير يا حاجة. ها؟ جدع يا بنت يا شربان، ده الراجل عايش على النابت اسبوع. شوفوا ما دخلوش اللحمة وهو ياكل على كد نفسه. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ألف مبروك يا حاج. خطوة عزيزة. أهلا. ربنا يعز مدارك. أهل. والله كنت عدعي لولدك الليل قبل النهار. تفضل تفضل. ولدك ابن حلال بسم الله ما شاء الله، كل الناس هتحبه. عملك هو للنجاة وليه رجاله. كلامك مليح يا حاج، والله الخلق كلها كانت هتدعي لطارق اكتر ما هتدعي لعيالها. تفضل يا حاج. الله تفضل تفضل. بلاش يا بلاش.
ادخل. بسم الله. طيب البركة ده يسلم عليه ويستبرك بيه؟ والله يا حج من طلعة الشمس وانا عمال اترجاه ينزل للناس ما رضيش. الراجل ده بركة، انا رحت المشايخ كتير، اللي قال 5 واللي قال 10 واللي قال 20، ولو كانوا طلب اكتر من كده كنت اديتهم، لكن الراجل ده على بيمين ما طلب ميلة محمد، كل اللي بيعمله عايش على النابي. نابت؟ ايه هو صح لنابت كد كده، ما فيش اكتر منه. يعني ما طلبش عجل اصفر ولا ديكو حمار ولا فروجه حتى. ده ما رضيش ان احنا نبخر، قال البخور ضرره اكتر من نفعه، هيتعب الصدر. يعني الحديث اللي هيقولوا عليه ده ان راجل بركه صح، لكن استبرك بيه كلنا. على بيمين خبط علينا الباب لوحده كده ولا ده غلط؟ صح يا حاج. وهو بيقول انه عايز يمشي النهارده. يمشي أعمل لك قهوة يا سيدنا؟ اعملي. سادة؟ سادة وترجيني. روح اعملي القهوة. روحي. يا رسول الله.
على ما تصلوا العشاء حيكون الوكل على الطبلية. أنا محضرة كل حاجة. شيخ خلف مش في قطة. إيه؟ راح فين؟ راح لحاله يا حجة. زي ما جه لحاله راح لحاله. راجل مبروك صح. واه، مش كان وصانا ولا قال لنا هنعمل ايه؟ اللي يعمله ربنا هو اللي هيكون يا حجة. ده طاهر، فهماني؟ البيت ده طاهر وحيفضل طاهر. شغل لي نشد لك جبندي اللي في المسجل، بحب اسمعه. أهلا أهلا. تفضل تفضل يا سيدي، تفضل تفضل. تفضل يا سيدي، تفضل. خير خير إن شاء الله خير. أنا عارف إني ما يحقليش إن أنا أعمل اللي عملته ده، وعارف إن أنت هتعذرني لما تعرف أنا ليه عملت كده.
يقعد. أمر يا سيدي. تشرب لي يا سيدنا ميه. بتوكت ياسمين شابة زينة عتدرس في الجامعة، جت من مدة وقالت عاوزة تحجب، قول لها البركة. بعدها مدة جت وقالت لازم تنكب، قوعناها. بعدها قفلت على روحها، أمها سمعتها وهي بتتحدث مع ناس، دخلت عليها لقيتها لوحديها تايهة. الحكيم قال دي حالة نفسية، اداها دواء. حالتها بقت في النازل، بقت تجري زي المدبوبة عريانة، لو حد مسكها تصرخ وتشد شعرها. قفلنا عليها الباب، بقى لا حد ينظرها ولا هي تنظر حد. خفنا لحد يشوف المصيبة بتاعتنا دي والبت يوقف حالها. تحكي على كرماتك يا سيدنا، والواد طارق ورد الرشوان طاب على يدك. ما تحرمناش، ما تحرمناش يا سيدنا من كرماتك دي، وطلباتك كلها مجابه. طلبت ميه وشربتها، سلام عليكم. سلام يعني ايه؟ يعني دواها مش عندك. يعني الواد طارق دي اللي ما كناش عارفين هو مريض بيه، شفي على يدك وبتوخ تاني، انت عاجز عن التشفيها. اقعد حلفتك بالله، البيت فوق حالها يقطع القلب، وامها عتموت روحها. قال له شوفها زي طارق وان شاء الله الشفاء هيكون على يديك. ما عنديش غير اللي اديته لطارق. جرب جرب يا سيدنا، مش هنخسر حاجه. وانا تحت امرك، طلباتك كلها مجابه، والاوضه بتاعتك مجهزه بالمجاميع. اقعد اسبوع اثنين ثلاثه زي ما انت عايز. قلت ايه؟ قلت ايه يا سيدنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف كده. إن شاء الله ربنا يشفيها على دين سيدنا. تعال تعال يا سيدي، سيدنا ياخد راحته، إحنا جنبك، بربة تحتاج حاجة.
انت مين؟ قوم الطول على البيت. خير يا سيدي؟ هي نايمة دلوقتي. اوعى حد يدخل عليها ويصحيها، ان شاء الله هتقوم رايقة. طب استنى بس، مفيش في يدي حاجة تانية أعملها. نجيب عربية توصلها. ستي عارفها. ما تقوم الطول على البيت. We'll be right back.
هتقفوا تتفرجوا؟ ما حدش يمر وصلتيه ده منين؟ ما حدش معاه السلاح ده كله اللي برع بيه ورجال. أرى ما حنشوف ايه الحكاية؟ غور! وبرع هيضرب الرصاص ده كله ليه أمال؟ علمي علمك يا حاج. هو ليه ايه هنا؟ اهو عياجي كل حين ومين يقعد في سرايته لحد ما يلم اللي ليه ويعاود على طول. عايزك تشيل خلف. هتقول ايه؟ غفر هما اللي قالوا وهيقلب عليه القصر كله وبرع بيه حلف لحيقتله يعني يقتله. يقتل الشيخ خلف ويقتله ليه؟ وين اللي ودى الشيخ خلف عنده؟ يعني مش قادرين تسمعوه؟ خلاص ولعوا في القصر، لازم يتشوي وهو حي قبل النهار ما يطلع. لازم جيتوا دني تبقى تحت رجلي. يا سعادة البنار هتاكل محصول. تاكل محصول ان شاء الله تاكل العشبه كلها. يا سعاده البيه تلاقيه خد له طلقه ولا اتنين ومرموم مطرحه في النار هنلاقيه. لو ما جمعتوش جيتوا تدي هقتلكم كلكم، فاهمين ولا لا؟ والله في القصب سليني. النار لسه جايده؟ احمد ربنا ان بيننا ما بينهم البحر. لكت النار كلت العزبه من ضمن. راح الراجل الزين. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني خلاص مات؟ يعني بعد اللي حصل ده كله هيقعد حي؟ وطارق يا حاج؟ ماله يا حجه؟ كنت مطمن عليه، انا خايفه يجرى له حاجه. يا حجه يا حجه انت مؤمنه؟ ربنا هو الشافي. استغفر الله يا شيخه. استغفر الله العظيم. يحرقوا الارض كلها عشان مولانا؟ عمل ايه لده كله؟ الراجل قعد معانا اسبوع ما شفناش منه غير كل خير، الصلاه والدعاء حتى الوكل، ما عايش غير على الميه والنابت. ربنا يرحمه ويرحمنا. نام يا حجه. انام كيف وانا قلت لك؟ نام يا حجه.
مص ملح ودابية بيه. ده سارق ذهب والماس بأكتر من نص مليون جنيه. الكلب ده لازم تجيبوه بأي طريقة. هيجي يا باشا، اطمن. شكله ايه يا باشا خلف ده؟ يعني مفيش علامة مميزة كده ولا حاجة؟ أنا عايزك تهدى خالص وتطمن. أصل إحنا لو ما عرفناش نجيبه دلوقتي هنجيبه وهو بيصرف السرقة دي. طيب أنا هبعت لسعادتك معاون المباحث دلوقتي عشان ياخد مواصفات الذهب والألماز اللي اتسرقوا. والله بقى براحتك. عايز تبلغ مدير الأمن، عايز تبلغ الوزير، ده موضوعك، أنا مش قادر أمنعك. بس كل اللي أنا أقدر أوعد بيه سعادتك إن المركز مش هيبقى له أي شغلانة غير اللي اسمه خلف ده. تمام؟ مع السلامة. الراجل هيتجنن. ذهب بنص مليون جنيه بيعمل ايه عنده في السرايا اذا كان هو مش قاعد فيها اصلا؟ هو مين يا باشا اللي نفذ التنفيذ الجامده دي؟ واحد بدقن وجلابيه وعصايه وسبحه. ما تقلقش يا باشا، اعتبره مرمي في الحجز. ده بيهددني انه يكلم مدير الامن. ما ان شاء الله يكلم الوزير حد. اذا كان هو بنفسه مش عايز يقول لي على مواصفات الذهب والالماز اللي اتسرقوا منه يكونش بيحور. يا باشا اكيد بيحور، البلد دي ما فيهاش عيال تطلع الطلعه دي. البلد دي كبيرهم يسرقوا جاموسه، معزه، يسلطوا غويشه، لكن مفيش حد يطلع الطلعه دي. ابعت استعلم لي المديريه على اسم خلف ده، يمكن يكون له اصل هناك. ها؟ ونزل مخبرينك بقى يقلبوا. تمام يا باشا. انت يا واد! اقلبوا الارض على الوقت من الكلب ده وجيبوا لي جدة عالم! ماشي! اخذوا من قدامي! بطشاكم هي ولا ايه؟ اهلا 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 يا باشا، اهلا. الله يسلمك. لا انا برا، مش قوي كده، ده اللي في العزبه. اسبوع بالكتير باذن الله والشيكات كلها تتغطى. هي عمرها حصلت؟ حاضر يا باشا. طب والختم الشريفي؟ الرجل ده نصاب وعرف يحبكها علينا كلنا لحد ما سرق سرقته. طب وانت الحاج اللي خف على يده يا ناصر، ياك ربنا كان هيقبل دعاه ولا صلاته وهو هينصب على خلق الله؟ طب وين خد بركه ان طريق خف على يده؟ ربنا كان كاتب شفاه. والمخفي ده جه حايم ودخل في الحكايه كده وساب فيه عطى حصول كتير. ايه اللي وده خلف الله عند سرايه برعيش وكان عايز ايه منه؟ البنت عيشة اللي هتشتغل حداهم في السرايا هتقول ان بنت اخته عليها والعياذ بالله، يعني كده بسم الله الرحمن الرحيم. يا بنت ما عندكيش حاجة غير ان الناس كلهم عليهم بسم الله الرحمن الرحيم. والله زي ما حدتك كده يا حاجة. دي كمان عيشة هتقول ان البنت على طول هتصرخ وتقطع في خلاجاتها كده وعايزة تهج على الخلف، عشان كده امها سابت مصر وجت هنا عشان تتدرم الفضيحة. ودي هتفضحت منك لله انت وعيشه. حطي لسانك في خشمك احسن اقطعهولك، حسك عينك تقعدي تتودودي في سيره الخلي. ربنا هيعلقك من لسانك دي يوم القيامه. ما هو يا حاجه برضه لو الحديد ده مش صح كان ايه اللي خلاهم يبعتوا شيع على الشيخ خلف؟ جم يقتلوه عشان سرق ذهبها زي ما عايزونه؟ لا يا حاجه، ده عايزونه استغفر الله العظيم يا عم انه خد شرفها. قطع لسانك اكتمي. الشيخ خلف ده طاهر طول عمره، راجل نظيف. مش انت شفتيه يا حاجه ما وراهوش غير الصلاه والدعاء؟ وانت زمكتي كده ليه؟ ما يكونش في حاجه يعني. اكتم يا بيت واياك تنطقي بكلمه زياده. الشيخ خلف ده لهدين في رقبه اليوم الدين، يطلع زين يطلع شين، ربنا هو اللي عالم بيه وهو اللي هيحاسبه. يلا خلصوا، ما عايزاش وجع دماغ. وانت قومي يا اختي هاتي عودين ملوخيه وخرطيهم. حاضر يا حاجه. هي مالها البيت دي؟ من يوم الشيخ خلف ما حط رجله في البيت وهي مش على بعضها. هيكون مش تاني يوم صحيت. صباح الخير يا حبيبه ماما. صباح الخير. ايه ده؟
انا نمت كده ازاي؟ احنا جينا هنا امتى؟ امي هو انا اللي بيحصل لي. ما تخافيش يا اختي، اسم الله عليكي، اطمني اطمني يا اختي. ما خافش ازاي؟ امي انا مش فاكره حاجه خالص. احنا جينا هنا امتى وليه؟ اطمني. قومي خدي شاور، صلي على سيدنا محمد. قومي يا اختي، قومي يا اختي، اسم الله عليكي، قومي قومي يا اختي. يا اخويا خفت، خفت يعني شاط كده بنتها طلعت. ايوه النبي، يعني هي دلوقتي خفت؟ خفت خفت وقامت من السرير زي الفل، ولا كان فيها اي حاجه خالص، وكمان مش فاكره جت امتى ولا ايه اللي حصل، ولا كانت فاكره اللي بيحصل لها خالص، وبتاخد شاور كمان. وخلف ده مسها زي ما قلتي؟ مش عارفه، مش عارفه يا اخويا، أنا خايفة الراجل ده يجرى له حاجة، بنتي ترجع للي كانت عليه. لا ما تخافيش، مش هيحصل حاجة إن شاء الله. يا رب يا أخويا إن شاء الله. أنا راح أقول لهم يحضروا الأكل عشان ناكل كلنا لقمة مع بعض. آه يا زماني، دي الطريق لا صديق ولا حتى ملت ريك، ماشيك لوحدي ما ونسني إلا صوت الريح، وحداني ما فضل غيرك من الزمن يا طريق، بنغني غنوة سوا عن غربة المجاريك. آه يا زماني، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد، الله أكبر. رحت فين يا بنت الناس؟ قلقت علي؟ قلقت؟ كنت بجيب لقمة ناكلها عشان يبقى عيش وملح. ربنا يحفظك. بتضحك على ايه؟
شفت النصيب؟ كل ده هيحصل عشان ابقى تحت سقف واحد. يلا يا سيدنا، حط يدك على راسي ورجيني. اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ضرين به من أحد إلا بإذن الله. وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله. وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله. عايزه حي. عمرك يا باشا. الكلب هتوه.
سيدنا. اتفضل خش اتفضل. ما اقدرش ادخل بيت من غير اذن صاحبه. قول للحج الشيخ خلف الله مستني تحت، يخش ولا يعاود؟ طيب طيب. عم الحاج يا عم الحاج. عايز ايه يا شمندي؟ الشيخ خلف واقف بره قدام الباب ما راضيش يخش لما ياخد الاذن. انا نازل له. هتعمل ايه يا حاج؟ الشيخ خلف ليه دين في رجبينا وربنا نجاه من يديه. ايه يا حاجة؟ هنستر على مجرم؟ يعني مصدق انه سرق؟ لو كان على السرقة انا تعديتها، لكن لو كان على اللي بيقولوا عليه ده مفيش غير الدم. ولدنا يا حاج. مال ولدنا؟ خايفة يأذيه. ربنا هو الشافي يا حاجة. تفضل. طارق عامل ايه يا حاج؟ نحمد ربنا. اسمع يا شيخ خلف، لو كنت فاكر انها داري على عملتك عشان ولد طارق تبقى غلطان. ربنا لو كتب له الموت لا انت ولا اكبر منك هتقدروا تعملوا له حاجه. كنت عارف انك هتقول كده. تفضل. طارق عامل ايه يا حاج؟ نحمد ربنا. اسمع يا شيخ خلف، لو كنت فاكر انها داري على عملتك عشان ولد طارق تبقى غلطان. ربنا لو كتب له الموت لا انت ولا اكبر منك هتقدروا تعملوا له حاجه. كنت عارف انك هتقول كده. ربنا يبارك لك فيه. السلام عليكم. رايح فين؟ تعرف انت لو رجلك خطت عتبة الباب ده خطوة واحدة هيقتلوك. ما ياخد الروح الا اللي خالقها. تعال بس تعال تعال اقعد وقول لي انت رحت سراية بورا عليهم مال؟ رحت سراية بورع ليه؟ هم اللي خدوني. خدوك ليه؟ ما اقدرش اكشف سر حد. لو كان على السرقة احنا ندفع الدية. ما سرقتش! ما سرقتش! وبنت اخته ضرتها بحاجة؟ يعني ما قربتش عليه؟
البنت زي ما كانت، زي ما دخلت عليها زي ما طلعت. أنا عايز أسمعها منك من غير لف ولا دوران. البت بك العلم عند الله. يعني ما عملت لهاش حاجة؟ اطلق اشتهيت. اشتهيتها من جواي، شيطانها غلبني. عاود انت ورجالتك احسن لك. كل العمده انا ورجالتي، مش هنمشي من هنا الا ومعانا الكلب اللي عمدتك متويه في ده. كلمه واحده زياده وهفرغ الخزنه دي كل ايه في صدرك. هطلع لهم. لا هنا بيتي، حدش يقدر يهوب ناحيتك. واللي بره دول هيبرئوني زيك؟ مش لازم يبرئوك، مش لازم انا كمان ابرئك، لا يبرئنا كلنا ورب العالمين. ماليش صالح بيكم، انا مش جاي اتعارك معاكم، انا اللي ليا. انت مالكش عندي حاجة. هتتستر على مجرم يا عمدة؟ لا انا ولا انت نقدر نقول عليه مجرم. في حكومة تاخد لك حقك. وخلي بالك الشيخ خلف ما هيخرجش من بيتي الا على المركز. ده اخر قولك يا عمدة؟ عشان خاطر كلب زي ده تضيع الرجالة اقل واحد فيهم بلقته برقبته؟ قول عمل ايه الشيخ خلف، والرجاله هي اللي تحكم. سرقني، سرق. لو سرق مليون اردهم ومعاهم الدية. في غلط الكلام ده يا رجاله؟ اكسر الشر عندي واطرد الكلب ده من بيتك وانا هقول لك عمل ايه. ما تقول قدام الرجاله عمل ايه، قول. ولا حاجه، ولا حاجة. وسع انت وهو، وسع.
كده يا سيدنا؟ عايز تموت نفسك والبلد كلها تقع في بعضيها؟ اقعد سيجي عليك النبي، لا تقعد. ايه اللي مصحيك يا حبيبي؟ شمان اطلع معاه واقعد جاره. حاضر. عاوز اسلم على سيدنا. تعال يا ولدي. زيادة يا عبد الرحمن. فاضي يا امي. جرب. توحشتك. انت لحقت. ايه غيرانة يا وحشتك قوي. تخنق لغبتك كده. انا بخنقك كده؟ لا. عارف انا بحبك قد ايه؟ قد الدنيا دي كلها. اجيب مين كبير يعقلكوا وانتوا كبارات البلد؟ يلا يا ابو رعبيه خلي رجالتك يرجعوا، وانت عمدتنا. مش هنشرب شاي ولا ايه؟ الشاي قول. يعني الشاي هنشربه كده؟ مش تقول لنا اتفضلوا. اتفضل يا عماد بيه، اتفضل يا وائل بيه، اتفضل يا حاج برعي. انا مش جاي اتضايف يا عمده، بس خليك فاكرها وقفت جنب كلب شارس زي ده قبل ناسك واهلك. يلا يا رجاله. اتفضل يا عماد بيه، اتفضل يا وائل بيه. اتفضلوا. اطمن يا حاجه، طارق بخير وهيفضل بخير طول ما قلبه وقلوبكم عمرانه بالايمان. اطلع معانا وميه فرشته، وما تنسيش كل ليله تجري له ايه الكرسي. حاضر يا سيدنا. هتاجي تاني؟ العلم عند الله، كله باذنه. بيتنا هيفضل مفتوح لك على طول يا سيدنا. بيتكم طاهر وربنا هيجعله مفتوح دايما للخير. فين الحرام اللي عندك يا عمده؟ انا ما عنديش حراميه يا سعاده الباشا، انا عندي الشيخ خلف والمتهم بريء. عارفين يا سيدي، سلمني بقى الشيخ خلف. الله، فين هو؟ انا اهو قدامك اهو. خدوه. شكرين يا عمده. سلام يا باشا. مع غربي تاخد رجاله وياك وتركبوا الناقص اللي اسمه برعي ده، هو ورجالته، واللي يقرب من الشيخ خلف طخوه على طول. اوامرك يا حاج. يلا. وانت يا دغار. اوامر يا عمده. تاخد رجاله وتعسكره قدام المركز. يلا. اوامرك يا عمده. عجبان العصاية دي. هات يا اخوي. انت بقى اللي سويت الدهب والالمظات وعامل لي فيها وائل يا اخويا. شوف وائل بيها هيعمل معاك ايه. يبقى خلي عفريت الارض بتاعك ينفعوك. هو في عفريت غيرنا ولا ايه؟ طب الحق خد من يد السمحة دي لحسن يطلع علينا ايتين ويسخطنا جرود. يدك. قلبوه شوفوا معاه ايه وفيشوه ورميه في الحجز. عايز عينيكم ما تغفلش عنه. تمام يا فندم. قول ايه؟
أنا هدخل أريح لي ساعتين، وقبل ما النهار يطلع تكونوا جبتوا لي قراره. ها تمام، بس هو هيموت في إيديكم. تمام يا باشا، ما تقلقش، كله تحت السيطرة. أنا مش قادرة عليها لوحدي، الله يخليك. ماشي، ما أنا جنبها أهو. لا إله إلا الله. مع السلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فأتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان. وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا والآخرة. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافة يا عين صاد، كافة يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا افتح الباب فإنك خير الغافرين. واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين. هاتلنا كرسي يا سيد، شكل القعدة هتطول. انت طلعت متعدد المواهب بقى يا شيخ خلف. واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك. بقى في رجل ملوي هدومه زيك كده، سرق الأسرة بنص مليون جنيه، نفتشه ما نلاقيش معاه قرش ساغ واحد. واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، من هنا لحد ما يجي الفيش بتاعك. تعال نتعرف، اسمك ايه؟ انك على كل شيء قدير، اللهم يسر لنا. مش سامعني ولا ايه؟ مع الرحمة. بقول لك اسمك ايه؟ وابداننا وسلامة والعافية في دين الحكاية بقى كده. ماشي اللعب. استنى، سيبه، بقولك سيبه.
المستشفى على طول. وائل بماله؟ وكانوا يتقون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا فينه. بركاتك يا سيدنا، مش قلت ان الراجل ده ولي؟ انت قلت ميت. ابعت لبرعي وقول له اني هدله على مكان الذهب، مش اللي قال انه ضاع منه، كده 10 مرات ويمكن اكتر. بس فاهم انا ليا شروط. هات عصايتي. فين المفتاح يا ولدي؟ السلام عليكم. أنا عايز أنام دلوقتي، مش عايز حد يصحيني. المركز مقلوب قلبة البين، اللي عايجري من هنا واللي عايجري من هناك. الشيخ خلف هرب،
الشغاله فين؟ اتاري الشغاله قاعد فين؟ قاعد عند المامور. واه البيه ماسك في صدره وعم يصرخ يا غرق الله يا غرق الله. ايه هو ده العذر برضو؟ انا مش قلت ان الراجل ده ولي؟ بقى قلت كده برضو. طيب قوموا اتوضوا، الفجر على اذان. استغفرك ربي واتوب اليك، استغفرك ربي واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. حتة كلب زي دي نستناه كلنا لما يصحى ويتوضى ويصلي ويتقرب علينا في الاخر وياجي؟ اسمه ايه ده؟ طمع. طمع؟ صح. بس تفتكر الراجل دي كد اللي يقوله؟ ولا هيلعبنا عشان يهرب؟ لو عايز يهرب كان هرب. ده المركز كله مرعوب منه بعد اللي حصل مع وائل. دول بيصلوا ورا جماعه دلوقتي. وائل بيع عامل ايه دلوقتي؟ المخبر اللي معاه بيقول انه خد حقنه ونام. الدكتور اللي شافه قال عليه قال كرشه نفس وراحت لحالها. ادخل. حرما حرما يا مولانا، اتفضل. جمعا ان شاء الله. عايز الذهب اللي سرق منك؟ ها الذهب ايه؟ ما سرقش مني حاجه. أنا قلت كده بس عشان أنت عارف. خلاص خلاص، بس أنا قلت إن ليا شروط. طب فهمنا الأول وبعدين اتشرط. في ذهب مدفون هدلكم على مكانه، كنز. فينه الكنز ده؟ مش هقول لك فينه إلا لما توافقوا على شروطي. موافقين على كل شروطك؟ ده أنت تؤمر، اتشرط زي ما أنت عايز. نويت ادخل على بنت اختك الليله ان شاء الله على سنه الله ورسوله. انت تتجوز بنت اختي؟ انت؟ السلام عليكم. يا مولانا تروح فين؟ مالك حدك كده؟ وضحكوا معاه، مالك في كيف؟ روح. تاني هام الكنز ده هيتقسم. اه طبعا هيتقسم علينا احنا الثلاثه مش كده؟ لا، اعتبر نصيبي مهر بنت اختك. كنت ظالمك معايا. بس القسمه هيبقى معاكوا شربات. شربات مين؟ في واحده ست عايزه سيدنا بقى. خش يا شربات. سيدنا. نفطر انا وشربات وبعدين نتكلم. رسمي الراجل ده مدبوح، كان المفروض اضربه بالنار واخلص منه. يتجوز بنت اختي ليه؟ عشان ايه؟ عشان يتمسخر بيا في البلد كلها. الراجل ده يستغل العينين بالذهبات عشان في الاخر يفضحنا. اسمع يا مدبوح، اكتب له محضر بالسرقه. سرقت ايه؟ ما انت لسه قايل ان مفيش حاجه اتسرقت منك ولا حاجه. اسمع ابو رعبية، انت دلوقتي تروح تستريح ونفكر براحتنا، احنا مش مستعجلين. ووعد مني، لو الشيخ خلف ده ما صدقش في كل حرف قاله، انا بنفسي اللي هدفنه. يلا امال. يلا قوم توكل على الله، انا في انتظارك. الف سلامة. علاء. هو الشيخ خلف فين دلوقتي؟ قاعد مع الست اللي كانت معاه يا فندم، بره المركز. طب اسمع، تروح تجيب لي فطير وعسل وجبنه وبيض وفراخ كمان لو عايز. ها قوام يلا. الله عليك يا شيخ خلف، ده انت جبني من السماء. يا سلام لو كل اللي بتقول عليه ده يحصل.
برعي. ها عملت ايه يا اخوي؟